يسعد لي مساكم مشاهدينا ومرحبا ملايين بكل من يتابع برنامج فوالة على قناة الفجيرة دار الشرقي. نرحب بكم ونرحب بكل ضيوفنا اللي اليوم كل يوم يجونا مع كل يوم مع ضيف ومواضيع جميلة طبعا نتكلم فيها ونسلط الأضواء كذلك على كل ما يميز الضيف عن الآخر. وكذلك معنا ركن التراث مع زميلتنا عواطف طبعا ومع خالاتي. والحين خلوني أمسي على زميلتي مروة. مروة حبيبتي يسعد لي مساك. مساج ريهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم على تلفزيون الفجيرة في برنامج فوالة. إن شاء الله ضيوفنا اليوم بيكونوا غير وفوالتنا أيضا بتكون غير. ويانا اليوم بيكون ضيف شاعر وأيضا مطرب بنستمتع خلال ساعة ونص على الهواء مباشرة. وقبل ما نرحب بضيوفنا بمسي على زميلتنا عواطف. يسعد مساك عواطف. يسعد مساكم مروة وسهام. ربي يسعد مساكم إن شاء الله ويسعد مسا خالاتي. بعد اليوم بنكون مع الأزياء النسائية الإماراتية اللي تتميز بزخرفتها بتطريزها بألوانها الحلوة اللي تعبر عن العادات والتقاليد في دولة الإمارات العربية المتحدة من تطريزها. طبعا أمسي على اللي قاعد يشوفونا ونقول لكم أن اليوم فقرتنا التراثية بتكون بإذن الله مميزة وبنتعرف على الأزياء التراثية الإماراتية تحديدا النسائية. الله يعطيك العافيه. والله يعطيك العافيه خالاتي. فعلا انا اشوفها مجهزه تلي والزري وكل شيء وانا ياسر اتعلم. انا للنهايه شوفي البارحه كنت بتعلمين براقع كل شيء. عرفتي القرب؟ هي براقع ضبطت معي. العروسه بعد ضبطتها. اموري الحمد لله. انا خذيت العروسه اللي سوتها عواطف. خالتي لازم تجيب لها كرخانه على العروسه. حاضر من عيونسيها عواطف. اليوم هناك في ركن التراث شو؟ ها؟ تقول لك محله. محله. ايه والكرخانه بس ناقصه. كرخانه عشان هي والله كانت امورنا الحين تمام. لو عندنا على طول بنفصل. الله يعطيكم العافيه. ربي يعافيك ما شاء الله. طبعا خالاتي هذه الاشياء اللي بتقعدون تسوونها تاخذ منكم وقت طويل؟ تاخذ. هاي خاله لحظه انا بضبط لك المايك. هاي الامور طيبه. هي السهام تسالك انه ياخذ معك وايد وقت؟ ياخذ نعم على حسب التركيب. اذا نعم. بس قليل تاخذ يمكن اربعة ايام خمسة ايام ما شاء الله عليكم. اذا أضعفه يمكن تركيب من هنا لين هنا ياخذ وقت طبعا. اكيد طبعا نتعرف اكثر. اكيد فقرتنا التراثيه ان شاء الله اليوم. اكيد نحن من التراث الى ضيفنا مشاهدينا شاعرنا اليوم اسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والانساني في منطقه حتى واهتم كذلك بالشعر والتراث منذ كان عمره 9 سنوات وكتب الكثير من القصائد الشعبيه والشلات الى جانب تاسيسه جمعيه للثقافه والفنون والتراث. ضيفنا اليوم هو الشاعر بخيت المقبالي. ومنو بيكون ضيفنا الثاني بعد؟ يتفضل ضيفنا الأول. تفضل أستاذ بخيت. ضيفنا الثاني لليوم هو مطرب موهوب. فعندما نتحدث عن المواهب الشابة في الطرب السوري ما نقدر ما نستثني اسمه ونذكر النجم السوري رامز الدالاتية. هلا ومرحب فيكم في برنامج فوالة. يا هلا استاذ بخيت. مرحبا بكم نورتونا اليوم. الشعر والغناء يلا يا حي يا مرحبا. مبارك عليك السهر. يلا يا حي يا هلا. الله يحفظكم ان شاء الله. مبارك عليكم السهر. عليكم يا هلا. ما ادري حسيت يشبه حد معانا هني من ابراهيم كنا يشبه محمد. الله يحفظكم. يا هلا مرحب فيكم. تفضل نورتونا. لا اليوم اجتمعت الكلمه الحلوه مع الصوت الجميل. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. الله يعطيكم العافيه. سؤالنا المعتاد اجواء رمضان معاكم. خلونا نتكلم عن اجواء رمضان. بالنسبه اول شيء في البدايه ارحب فيكم وحياكم الله ولي الشرف الحقيقه ان اكون معاكم في هذا اللقاء الطيب. وانا تشرفت في حضور هذا المكان تقريبا هاي ثاني مره ما شاء الله. وسعيد جدا بتواجدي معاكم. رمضان اجواء جميله جدا ما شاء الله بالذات في المناطق اللي خارج المدن تلقيهم اكثر متعلقين ب يعني بعاداتهم وتقاليدهم. اليمعة الرمضانية اللي تلقيها في كل ميالس سواء كان عند الريايل أو عند الحرير. الأكلات الشعبية اللي يعني طول السنة ممكن في بعضها تختفي وما تطلع إلا في رمضان وفي بعضها موجودة باستمرار. يعني هذا بالنسبة للأرياف اللي خارج المدن. لكن بالنسبة للجمعة هي أفضل يعني أفضل ما في رمضان. الجمعة والتسامح والود واللقاء. فهذه أجواء رمضان جميلة ما شاء الله. الحمد لله. أستاذ
تفضل. طبعا بداية بنرحب فيكم ونقول لكم كمان انعاد عليكم رمضان كريم عليكم وعلى قناة الفجيرة، المنبر الحلو هذا اللي دائما بنطلع عليه، وعلى الأخوة المشاهدين جميع والأمة الإسلامية بنقول لكم كل عام وأنتم بخير. طبعا متأخرة هي بالعشر الأواخر بس بعد باجر والله ما قصرت اليوم. إن شاء الله يا رب، هو رمضان شهر تسامح الحمد لله وشهر مغفرة ورحمة. طبعا مثل ما تفضل شعرنا، هاي الروحانية برمضان بتكون متوفرة خارج المدن أكثر من المدن، هي متواجدة بكل مكان، ولكن بالأماكن اللي خارج المدن بتكون لسه متمسكين بالعادات والتقاليد، بالتواصل الرحم. يعني هي رمضان. فعلا. خبرنا رامز عن بداياتك في عالم ومجال الفن. والله هذا السؤال دوم نسأله يردك الذاكرة أول. صحيح. البدايات طبعا هي كانت يعني من الطفولة، بس تشجيع من الأهل. كان الوالد الله يرحمه كان دوم يشجعني يعني إنه أدخل هذا المجال، ويعني من حفلات الأصدقاء، حفلات العيلة، سهرات. اكتشفت موهبتك يوم كنت صغير، يوم غنيت، صحيح؟ أنا بروحك اكتشفت موهبتك. لا، مو أنا اللي اكتشفت، مو بنت اللي حوالي اكتشفت، أنا ما أنا ما اكتشفت. يعني كان هو طبعا نحن الحمد لله كبيت البيوت بحلب أو بسوريا، إذا ما بتلاقي مطرب بتلاقي عازف، إذا ما بتلاقي عازف بتلاقي ضابط إيقاع، إذا ما بتلاقي بتلاقي آلة موسيقية بالبيت. المهم في روح موسيقية موجودة وروح الفن موجودة بكل بيت. فعلا محبين للفن والطرب أيضا. أكيد. صحيح. شعر فيد، إحنا بنرجع لك أنت بعد ذكرياتك أو بداياتك، ما شاء الله بدأتها في عمر 9 سنوات وأنت تعد القصيد أو تكتب القصيد. وردك شوي لقبل. لا صدق، يعني هالذكرى قديمة جدا. أنا أول ما بديت ما كنت أدري أني أنا أصلاً شاعر، بس في يوم من الأيام قلت لأبوي الله يرحمه، قلت له أبوي أنا سويت قصيدة وبأخذ رأيك فيها. وأبوي من نوع العصبي اللي إذا ما عيب شيء يعني ما يجامل الأوليين كلمتي. فقلت له سويت قصيدة أبوي، وكنا ظاهرين من المسيد من بعد مصلى العيد، في العيد كنا. فقال لي قول أسمعك. قلت له قام صلي وقام صلوبه وتلاصق، قلت له ريول بريوله. هذا أول بيت شعر كتبته في حياتي. الله. كنت صغير عمري 6 سنوات يومها. فقال هاتوا لي نعال، هاتوا لي نعال. المفروض تشجعني يعني وتعطيني حافز. قال ها قصيد؟ قل له خلني أكمل. تلاصق ما لا هو بيت أصلا ما في غيره. هو بيت واحد بس. قال في حد يكتب تلاصق عند ريول بريوله؟ شو بعد هذا؟ شو هالقصيد؟ فمن يومها خدت مثل ان انتقاء الكلمه والمفرده ويعني والتحري الجوده في الكتابه هذا شيء مهم. يعني لازم يكون عندك داخليا في نفسك من يوجهك للكتابه. صح. فهذيك الشده اللي شدني الشيبه رحمه الله عليه هاي نفعتني. يقول لك يعني يلا بكف صفاني ونفعني. فعلا. رامز عندك أيضا عائلة ما شاء الله حولك كلهم فنية، وأخوك ممثل ومخرج رائد دلاتي، أكيد نوجه له تحية. أبوك كان صوته جميل ويغني. أبوي أبدا ما كان صوته جميل، أنا سمعت أن صوته جميل وكان يغني. لا هو والدي الله يرحمه كان أذنه موسيقية، يسمع أذنه موسيقية، بس الصوت الجميل أخذته من اخوالي. والدتي. نعم. ايه من هون. اوكي، شو رايك نسمع شيء؟ نسمع شيء. شو حابين تسمعوا؟ طرب داخلي في الجاليري يقول الطرب. بنخلص الطرب بعدين ننتقل للشعر. يلا. هو المفروض نبلش بالشعر مشان انا
أسلطن معهم. نحن جلبنا الآية الحين. أموركم طيبة كل واحد. الله يحفظكم. بالعكس زين يشجعنا إنه ناخذ منه. تفضل. نعم. نقول شيء قدود حلبية. تفضل. يلا. أمان 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 يا يابا أمان 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 يا لائمي بالهوى العذر كفاك شجار يا أبا من تا ملوع ولا عالم بحال الشجار ظلم الأحب عدل مهما بحكم شجار أمان 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 يا أوف 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 يا باي فوق الآخر فوق فوق يا با فوق الآخر فوق مدري لامع خدا يا با مدري القمر هون والله ما ريدا باليني بالوان وكنا ستة على النبع اجا الحلو صرنا سبع لك طالب بوسة ما عطيته طالب بوسة ما عطيته قلت له حرام يوم الجمعة يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة ما شاء الله عليك شكرا الله ما شاء الله عليك لا صوت صوت ما شاء الله نبغى نسمع بعد. طيب. 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 على دور على لا أنا هني سدري هذا ولا شيء. لا هذا بعد. من هذا؟ هذا؟ عشان يعطي صدى. على طاري البوس. هو حدد يوم الجمعة بس على طول. على طول. ولا نأجلها لعقب. على راحتك. أنا برأيي نأجلها للعيد. لا لا. لا بني بلكم لشيء للشيخ محمد الله يحفظه. هذا الشخصية اللي أنا بصراحة يعني أعجز عن التعبير في حقه أمانة يعني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. الله يحفظه يا فارس العرب. فأقول له يا شموخ المجد يا شعشاع نور. الله. شيخنا محمد ولا مثلك أحد. محمد المكتوم. يا الحر الصبور يا ظهر لبلادنا ولها سند يا شموخ المجد يا شعشاع نور شيخنا محمد ولا مثلك أحد شيخنا محمد ولا مثلك أحد يا شعاع النور أعوذ بالله لو حافظنا المكتوب عادي عندك لا يا سموك وانت من طبعك حذور فيك نظر الطير ومهابة أسد إن وضعت يدك على جرح يفوره بغريب أن من يدينك برد والنويت تشم ريحان وزهور إن حنالك عودها طوع وسجد وإن سحبت يدك عن الرجل اليسور خارت قواه ولقاهم ونكد وإن زعلت الليل ما يقبل النور وتلتبت كبد السما برق ورعد وإن ضحكت الله يا وجه السرور تقص الدنيا على نغم السعد سيدي يا مؤدب الكحل الديور ويا مذلل كل صعبات الشدد فيك يحلى القاف يا عطر السطور وكتبنا فيك فرضاك القصد ما خلق مثلك على مر العصور كن ما غيرك على الدنيا ووجد ومن شراتك ما يبى بطاقة عبور في القلوب مقيم يا وجه السعد في حمل حافظ عن عيون الشرور ومن حسودك قل هو الله أحد قل هو حسودك الله. قل هو الله أحد صح الله صح من البداية ما أدري شيء شو استوى ما أعرف صح بوحك يستاهل بو راشد فعلا الله يحفظك يا الله
هو اصلا اللي بيكون قاعد قدام هالامارات هذول ما في اجبارك تتلبك يا هذا انا شاعر وانت مطرب تفضل استاذ بخيت هل تفضل الشعر النبطي ام الفصحى بصراحه افضل الاثنين لكن انا كاتب نبط ما اكتب الفصيح عاده لكن متذوق للفصيح وبشده يعني احب الشعر الفصيح لكني اكتب النبط اكثر شيء نعم. تحس انه يعبر عنك اكثر النبط ولا الفصيح النبطي النبط طبعا نعم من البيئه نعم لان النبط يعني منا شعرنا نعم احنا نكتب على النبط اساسا كشعراء دوله الامارات او بلهجتنا نكتب على النبط وممكن تقولي قله من شعرانا اللي يكتب في الفصيح لان اكون صادق معك ممكن يكون الحين في هذا الوقت ممكن في متذوقين للفصيح حاليا صحيح في هذا الزمن الحين لكن زمان ما كان فيها حد يعني يرغب بالفصيح فانت تكتب لمنو على طاري الفصيح انا اتذكر كان عندنا مدرس الله يرحمه مدرس انجليزي بالمناسبه سوري بعد توفى الله يرحمه هم اساتذتنا كانوا نعم اقول هم اساتذتنا كانوا نعم مدرس انجليزي فقال لي هو يدري اني انا شاعر وكنت هيك الايام صاد عنا من كثر ما سمع قصيد فقال لي شو رايك تكتب في الفصيح قلت له ما اعرف الفصيح قال جرب ممكن تكتب. تطلع معك فصرت يوم حبست عمري في البيت ولا طلعت بس احاول اكتب فكتبت اذكر بيت ويت اليوم الثاني قلت له أقول عادة أقول له أشتاق لها كما يشتاق الجنين لأمه إذا توقظ من منامه جوعان بدي أعمل فيك مثل ما عمل أبوك أول مرة فلا ما علق أبدا ما علق قال لي لا تمام تمام استمر استمر أنا هذا دعم موهبة هلا أنا بحس أنه بين الفرق بين النبطي يعني نبطي الشعر النبطي والشعر الفصيح والفصيح أنه هو يمكن شعراء دولة الإمارات أو شعراء الخليج عموما اضطروا يتجهوا للفصيح أحيانا لحتى يكون هو اللغة الفصحى متعارف عليها كوطن عربي بس مو أي حد يقدر يستوعب أو يفهم الشعر النبطي سهلة على فكرة سهلة الفصحى هي لغتنا الأم يعني إحنا كشعراء نقدر نكتب عليها لكن إلى أن تتعود أنك أنت لأن هي مفرداتها والكلمات اللي راح تستخدمها في صياغة هذه القصيدة صحيح. لازم تتحرى النحو فيها يعني والتشكيلات مظبوط يعني شوي هي فيها صعوبه غير عن النبط انا اعتبره من الشعر الحر يعتبر وفي ارتجالي بعد في تقدر تعبر فيه بمفرداتك عن الشيء اللي تحسه او اللي تحس انك تكتب من بيئتك عباره يعني صحيح. يعني في فئه كبيره من الناس اللي يفهم لك انت تكتب لك مثلا انا الحين كتبت فصيح وصرت لحد من شوابنا في منطقتنا مثلا وتعب اسمع قصيده واذا استعديت عليه بوي شو تقول انت شو صح شو تقول ياس فما حد يتقبلك لانه ما في يعني هم يعتبروا هاي اللغه يعني غريبه عليهم يعني هي لهجتنا خلاص هي اللهجه المحليه هي خلاص يعني هي اللغه العربيه انت بتكلمني كلمني بالكلام اللي انا افهمه بس حتى لو عربي هي لغتنا الام صحيح احنا نعتز فيها وكل شيء لكنهم خلاص ما عندهم الا هاي بس اكيد رامز اذا تكلمنا عن الموسيقى الشرقيه وين تشوف محلها في العالميه؟ هل وصلت للعالميه؟ والله للاسف ما عاد لها محل يعني مثل زمان يعني هلا لسه لهلا انا بشوف بكل دوله بكل مكان في نبع موسيقى بس ولكن ما في ذويقه لهذا النبع يعني خفت الناس اللي بتتذوق الفن الأصيل الصوت الجميل اللحن الحلو الكلمة المعبرة صار هلأ الناس للأسف طبعا وأنا بحترم كل آراء الناس وأذواقهم هاي شيء بيرجع للشخص نفسه بس ولكن كموسيقى
نحن منحن لهذاك للنبع القديم اللي كنا نتذوق في الفن. بكتب اسمك تحس في قيمة للكلمة، قيمة للحن. صح بكتب اسمك قاعد فيروز تقول بكتب اسمك يا حبيبي شو على الحور العتيق. على الحور العتيق عيب نسمعها معاك بعد عيب نسمعها الأغنية هاي صراحة. إذا شاعر في خاطر نحن بعد بنسمعها معاك. الله يعطيك العافية رامز. عندك عدة أغاني سنجل أطلقتها مؤخرا أظني من في آخر سنتين تقريبا، لكن من قريب من كم شهر صورت على طريقة الفيديو كليب، هل فعلا انتشار المطرب يكون عن طريق تصوير الفيديو كليب؟ لا بقى هويكم عقبها كملوا وياي يعني جاوبني تفضل بعد قهوة عادي صوت وين قهوة بيبيهم قهوة. ما بنعتبر انه يعني الفيديو كليب هو سبب انتشار تسويقي لا هو مكمل مثل ما يعني نحن بنبدا باي مشروع في له مكملات واذا ما كمل هذا هاي الدائره ما كملت ما يعني ما بيكمل العمل وما بيكمل الانجاز كفنان. فنحن بنعتبر اي شيء متواجد بالساحه يعني من ان كان على اذاعه ولا على تلفزيون ولا فيديو كليب او يعني حتى اغنيه بيكون لازم يكون في حلقه لازم تكمل اذا ما كملت العمل يعني مو ناجح او ناقصه شيء. اكيد طبعا بيكون ناقص العمل بكل المجالات مو بس بالموسيقى او العمل. فانا لما نزلت الفيديو كليب حتى ما كنت يعني كان كنت يعني في فوكس انه بدي اعمل فيديو كليب لا لتكميل انه مثلا شكرا تكميل انه مثلا رامز دلاتي مثلا صار عنده فيديو كليب طبعا في بيجي بعدين نحن كيف نتقبل هذا الفيديو كليب او كيف بدنا اياه نحن هذا الفيديو كليب اذا كان طبعا الفيديو كليب في عندك من يعني اللي هو الشيء البسيط ممكن نصوره بموبايل عدسه الموبايل او نستخدم أكيد. التقنيات والتكنولوجيا الموجوده هلا حاليا احيانا تتصور وهم روحهم المشاهدين يحطوا لك مقاطع كذي بروحهم بعد يشكلوا لك فيديو كليب طبعا هذا كله حسب كيف قديش المطرب بيقدر يوصل لقلب الناس المستمع اكيد شاعر بخيت بدنا نتكلم عن الشعر في الماضي واليوم وين تشوفه وهل انت مع الماضي ام اليوم لا انا اشوف افضل الحين نعم أفضل. من اي ناحيه يعني افضل انه صار عليه تركيز اعلامي اكثر الحين اول شعراءنا يعني ممكن يكونوا اكثر من العدد اللي احنا نعرفهم بس ما كنا نعرفهم بس محكون كان شعراء القبائل يعني برنامج واحد احنا عرفنا من صغرنا الجمري الخضر صحيح المايدي من ظاهر هذين الشعراء البارزين كانوا على مستوى القرى مثلا احنا عندنا هناك في حتى اللي هو الشاعر بن كلفوت و يعني هو من ابرز الشعراء اللي عندنا هناك بن رحمه الشامسي منو؟ حد الشامسي بن رحمه الشامسي هذا هني من هذه الشارقة ايه؟ فهلا هطلعوا عقب في مجالس الشعراء ايه؟ لكن احنا نتكلم عن اللي قبل اللي هم الحقبة اللي كانوا عاشوا في قبل اللي في الرعيد الأول اللي من الشعراء القدامى اللي في دولة الإمارات بعدها يوم بدأ الاتحاد يبزغ بنوره وبدأ الإعلام يركز على يعني حيثيات دولة الإمارات واللي فيها بدأ يبرز الشعر هنا فطلعوا مجموعة من الشعراء على مجالس الشعراء هنا شوي بدأت الإذاعات اللي هي الصوتية تستضيف شعراء من غير اللي يطلعوا في التلفزيون شوي بدأت المجلات والجرائد تنزل قصائد لشعراء من الإمارات كذا بدأ يبرز الحين احنا عندنا كم هائل من الشعراء يعني ما اليوم تتكلمي عن تقريبا يعني ما في بلاد ما فيها 10-15 شاعر من البلدان اللي هي القرى الريفية المدن يعني عد بلا حصر يعني ما شاء الله عددهم كبير شعرانا واللي منهم بعد في تنوع في الشعر أصبح في عندنا اللي يكتب النصوص الغنائية في عندنا اللي يكتب الشعر اللي هو الحر ومنهم اللي يكتب النبط بكل طبعا بحورة بالهجين والصخري عندش كذلك بعد اللي هو من يكتب الفصيح من شعرانا الحين
فصار في تنوع والساحه كبرت والاعلام اثراها. حلو. يعني هو الظهور الاعلامي بالنسبه للشاعر خدم. يخدم هو نفسه ويتطلع له اللي هو توه بادي. نعم. لا اهتم لما حولي، كلمه تؤمن فيها رامز، صحيح؟ ليش تؤمن بهذه الكلمه؟ هل تعرضت مسبقا لنقد او شيء جارح في حياتك علشان شيء ان هذه الكلمه انت تؤمن فيها؟ هو مو لا اؤمن بمن حولي، لا اهتم، لا اهتم، لا اهتم طبعا بالاشياء السلبيه. طبعا انا احترام الناس موجود يعني جميعا، بس ما اهتم بالامور السلبيه اللي هو النقد لغير البناء. نعم. او المحاربه المهنيه او الشخصيه الغير بناء. طبعا انا احيانا كثير مثلا انا في عندي غيره فنيه لمثلا مطربين او فنانين كبار، ولكن انا ما بحارب هذا الفنان لاجل اكون ناجح مثله، ناجح مثله لا. صحيح. بحاول امشي، يمكن امشي على خطاه او اخذ شوي من 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 خطاه مشان اقدر اوصل، بس انا ما بهتم بالامور اللي هي بتكسر المقاييس، انتقادات وتكسر المقاييس. اكيد. صحيح. نظري الى الامام احسن شيء، اكمل السير اكيد. اكيد. اذا تكلمنا عن تاثير البيئه الاماراتيه في القصائد، احنا كشعراء في دوله الامارات اكيد انا راح اتاثر ببيئتنا اللي احنا لان عايشين فيها. نعم. لكن مش بالضروره انك تكتب بس في بيئتك، يعني ممكن تتاثر كذلك بموقف شفته مثلا خارج الدوله مثلا. نعم. او شيء انت مثلا تطمح للوصول له مثلا. نعم. بهالطريقه. فهي البيئه ممكن تكون اكثر قصائد شعراء دوله الامارات او البلد اللي الشاعر اللي يعيش فيها. نعم. ممكن تكون اغلب قصائده من عن بلاده نفسها يعني. نعم. سواء كان سامحوني بس بالكلمه ممكن مزيون شاف او مثلا مر بموقف محزن. صحيح. او مر بموقف مفرح، بس وين في بيئته اللي هو فيها. نعم. فهو بالتالي يكتب في البيئه اللي حوله. تكون القصيده يعني فيها شرح المكان اللي مثل ما تفضلت، ويشرح بنفس اللحظه شاف شيء، شخص جميل كذي. نعم. نعم. بس احيانا يعني عشان انت مو بعرف القصيده بالضبط، هو يذكر منو بالضبط. ها. يكون فيها احيانا الغاز. نعم. يعني مش واضحه. نعم. هو توصيف بصوره غير مباشره. نعم. 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 أكيد. الكاتب يوم يكتب يمر في حاله، والمغني يوم يغني يمر في حاله. نعم. تساعده علشان يغني. صح. حالتك ويوصل بصوته كلماتك. صدقت. انت متى تحس انه فعلا هذا الوقت اللي انت تبغى تكتب فيه؟ يوم تكون زعلان ومضايج او فرحان؟ اكثر وقت تكتب فيه؟ شوفي انا اذا جيت اكتب بتشوفي على وجهي ضيقه صدق يعني، بس ما اعرف شو سببها. الين ما تطلع هاي القصيده، من تطلع خلاص كانه حمل ونزل. نعم. يعني كانه حاله ولاده ما عليها. هو حاله ولاده الشاعر اكيد لازم. بس هو حاله الضيقه هي يعني بتحس فيها انه بينعكس على الشعر تبعك يعني؟ لا لا، يعني اذا كانت القصيده مثلا حزينه ترى هي اكيد لها سبب وكتبت. نعم. على هذا السبب. صح. نعم. لكن اذا كانت مثلا اجتماعيه او مثلا مدح او غيره، انت تظل ما ودك يكلمك حد، تبغي تكون لحالك. وانا بصراحه افضل اماكن. بنكمل وياكم استاذ بخيت ورامز عقب ارد من البريك، لان بجيب لكم من هناك محله. وبنعرف جوابك رامز عن هذا السؤال، أن متى تغني في الحزن أو في الفرح عقب البريك. بنسمع غنى وبنسمع شعر إن شاء الله. مشاهدينا فاصل سريع ورادينكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا البريك، وخلونا نرحب بضيوفنا الشاعر بخيت المقبالي والمطرب رامز الدلاتي. الله يعطيكم العافيه ونورتونا. الله يخليك ويسلمك. سهام الرد لي رامز بالسؤال، متى تغني يوم تحس بحاله حزن او حاله فرح؟ بصراحه لا ما انا عندي شيء يمكن بيتوافق معي كثير من الفنانين، بس اطلع اغني، بس اطلع على مسرح بيكون وقت فصل عندي، بنفصل عن العالم، بكون موجود بالمسرح، بعيش، انا بحاول اعيش الاغنيه، ما بعيش الناس حالتي، بعيش الاغنيه كلام الاغنيه بعيشه للناس، بحاول احسه مشان يوصل للناس فقط. اوكي، يعني هذه طقوسك انت؟ طبعا لا، انا على المسرح طقوسي هي هي، يعني بس اطلع اغني، بس لما اكون انا لحالي بحب اوكي. اذا كنت بروحك ومضايج تغني اغاني حزينه ولا اللي بتدخلك في حاله يعني ضيج؟ ما بدي اسال اليوم الا اليوم يلا. لا عرفت لي اذا كنت بروحك ومضايج ومضايج شو بروحك ومضايج شو حزن اكيد تعبر عن نفسك يعني باغاني حزينه وشي، ولا ما تحب بالعكس ان تفضل انك تسمع اغاني ايجابيه يوم تكون مضايج علشان تطلع من هذه الحاله؟ هلا انا بس اكون متضايق هي قليل، يعني انا من الناس اللي قليل انه يتضايقوا يعني، بس بحب اسمع ميوزك يعني اللي هي موسيقى بدون اغاني عشان تغذي روحك بس. اوكي وصلت المعلومه، تفضلي. الله يعطيك العافيه. شاعر بخيت، اذا تكلمنا عن القصايد، وجود الشاعرات الحين في دوله الامارات بكثره، قبل يمكن الشاعرات كانوا ينعدن على الاصابع شاعر عوشه وغيره، خلينا نتكلم عن وجود الشاعرات الاماراتيات بالذات في دوله الامارات في هذا في الساحه الشعريه. انا من رايي الشخصي انا اشوفها اثراء للساحه الشعريه. نعم، وجود الشاعرات أمر مهم جدا. نعم، لأن اليوم تمكين المرأة في كل المجالات نعم يعني حاضر وموجود في دولة الإمارات. هذا يعني شيء كخواطر من تنبع من داخل. نعم، لا يمكن أنها تمنع، أو مثلا يعني أن يوقف حاجز في وجه الشاعر هاي، أنك لا أنت أنثى وما ينفع أنك يعني أنت مع عادي وجود الشاعرات في الأمسيات الشعرية؟ بالعكس، لأن بالعكس بعض الشعراء يرفضون أن يكونون متواجدين مع شاعرات في الأمسيات الشعرية. يمنعوا الممثلات عيل، يمنعوا المذيعات. ليش يعني ما تستقبلونه ليش؟ والله شو شو إذا كانوا هذين اللي أنتوا تفضلوا ما يحبون يكونون في الأمسيات الشعرية، ما يحبون أن المرأة تطلع سواء كان في مجال الفن أو مجال الشعر أو مجال الإعلام أو مجال شو ما كان من المجالات. صحيح. يعني يتفضل ويقول انه يمنعهم من كل شيء. كل شيء. بس لا، احنا مع ان الشاعره تكون، لان هذا حريه تعبير. صحيح. يعني هي تعبرون. شوف مساعدة. على فكرة والله انت عبتعدي الكلمه مره. لحظه. انت عبتعدي الكلمه. اول ضيف انا في كل حلقه عندي تنقيعه، اول ضيف يكون ويانا اليوم هو اللي ينقع. اشكرك استاذ بخيت. اشكرك استاذ بخيت ان المشكله موجوده في كل العالم. انا خايف تكون موجوده من الاستديو. احنا قايلين له تحت الهواء. واحنا قلنا له تحت الهواء، قلنا له استاذ احنا نعتذر اذا طلع من قبل الهواء، اذا طلعت منه كلمه لان احنا ننقع. تنقيعه. فهو مسكين قال عادي. هو الجو اللي عامله الاستوديو يعني. انزين ما عليه. المهم من الموضوع في عقبه في الاستديو فعلا في كل المجالات يعني، وانا مع ان المراه تكون شاعره، تكون صح فعلا مطربه، بالعكس هالشيء ما راح ينقص منها شيء اكيد، ولا لها صوت اذا موجوده في المجلس الوطني في كل مكان. نعم اكيد. نعم. اليوم احنا كمجلس وطني تمثلنا امراه، صح، في كثير من المناصب اللي هي كمناصب وزاريه، وزارات تقودها امرأة، صحيح، شو وين المشكلة يعني؟ وين الغلط فيها؟ نعم، ثقة القادة بنا. نعم، الحمد لله. رامز، من أحب المطربين لقلبك؟ ما في أحب، أنا ما عندي أحب، أنا استمع لحد، أنا بستمع للكل، ويمكن مطرب كلون ما بسمعه أنا، بس يغلط وينزل شيء حلو بسمعه. يعني نبغى نسمع شيء
ياسين سعى يقولون اسم الاغنيه شو بيشبهك تشرين شو بيشبهك تشرين شو بيشبهك تشرين هو ياسين يقولون شو بيشبهك لشيرين لشيرين وبعدين صارت شو بيسمعك يعني فعلا اليوم التنقيع خلاص الاستديو كله يعني يعني مشاهدين احنا يوم نضحك او شيء نفصل في الجاليري ترى كله يعني كلنا نعدى تفضل رامز تغني لنا شو بيشبهك تشرين أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين كيف قدرتي تقسى علي وتقولي لي ما عد فيه آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين كيف قدرت تقسى علي وتقولي لي ما عد في آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي وبضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشرين قلبي معلق فيك بعده على حبك صادق بوعده بيعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي الله يسهلك بتضل بقلبي محلك لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشرين قلبي معلق فيك بعده على حبك صادق بوعده بيعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي الله يسهلك بتضل بقلبي محلك لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشرين غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي بضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشرين الله يعطيك العافية يعطيك العافية ما شاء الله عليك فعلا لمين تقول شو يشبهك تشرين وش معنى تشرين تشرين لأنه شهر متقلب بالمزاجية يعني يوم مطر يوم شمس وهي يوم أوكي يوم لا أي والله غدار بس صوتك للأمانة يعني أصيل
الله يسلمك الله يخليك والله. عشان كذي انا بجهز لنا بعدين حق فيروز شهاده بعتز فيها. لا يعني انا يذكرني بالمطربين القدامى لسوريا او بلاد الشام. ما شاء الله يعني صوته كذا تحس فيه في 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 البحر او النبرتي. الله يخليك في في جبليه يعني رجل ما شاء الله البحر الجبليه قلتي صوت الجبلي. نعم شاعر انت بعد ما عليك زود خلينا نسمع معك قصيده ان شاء الله. هو مساء قال طلع البوس أيه؟ ورد طلع العيون أيه؟ فانا اقول ها لازم لا اي لازم عشان نسمع صدق اقول اليوم لي خاطر ابوس عيونك. الله الله بوسة اعجاب بلمسة سحريه يعلني ويعلهم يفدورك فدوه هل البر وهل البحريه في ذمتي ذمه ولا يسونك الفاتنه ويا النادره الحورية يا ليتني فرشاتك وماجونك واصبح داعب لثة الوردية لا تلومني مغرمبك ومفتونك يا وفدية أنفاسك العطرية أموت فيك ولا أعيش بدونك واشعر معاك براحتي النفسية ويدبك فوادي عند رنة فونك دبكة هالاسطنبول في تركيا صوتك غرام صوتك غرام اطربني بكانونك سبحان من شحبالك الصوتية شاعرك أو عاشق أو مجنونك سمي على كيفك وصف النية وخذني في ديتك في المحبة بهونك يا شمس عمري ويا ضياه وهي وسلامتك. صح لسانك صح لسانك. في قصايد مغناها حق شاعر؟ والله في لكن من زمان مطربين يعني مال البرقار وكذا مو مطربين كبار يعني. نعم بس في يعني في 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 كذا قصيدة غنوها. نعم ما حاب تذكرهم لنا؟ لا حسيت صح حسيتي لأنه ما عجبني صراحة ال رامز كيف تختار أغانيك تنتقي الكلمات يعني تشعر فيها عقبها تختارها وتوافق عليها ولا كيف؟ أكيد هلا أنا أي أغنية بده يكون هي حالة موجودة بالمجتمع بشكل عام. إذا ما كانت حالة يعني كلام من نسج الخيال ما حتلامس الناس. بس اذا كانت حاله موجوده اكيد حتاثر بالناس اكثر. وهذا الشيء اللي بخليني دائما انه اسمع كثير يعني. بس يجيني يعرضوا علي اغاني بحب اسمع يعني يعني تجيني اغنيه تدخل مزاجي فورا بقول لهم ستوب خلص هاي هي يعني ما بحب اسمع شيء بعدها. نعم خلص بس حب اصلي ايتك هاي الحاله يوم اخترتها لأن أحس من أكثر أغانيك اللي انشهرت صحيح؟ هلا إيه هي انشهرت بس هي حب أصلي إلى قصة. مشان هيك مثل ردة فعل كانت لعمل وأجت أغنية حب أصلي على فنان آخر ردا على فنان آخر تقصد؟ لا أنا كان هو للأسف كان عندي عمل المفروض يكون هلا نازل ومسجل ومصور بس ولكن باللحظات الاخيره اخذوا غير فنان فنان معروف يعني صف اول يعني مثل ما نقول كلاس اي اخذ هذا العمل واشتغله لسه ما نزل بس وقتها دخلت بحاله اكتئاب لانه انا كنت كثير متعلق بهذا العمل دخلت بحالة اكتئاب وصرت أسمع بعدين أنه بدي أعمل عمل لأنه كنت حاطط أمال على هاي الأغنية هذا العمل وفجأة طار. صرت أسمع وأخذت أغنية حب أصلي كردة فعل. طبعا أنا إذا ما كنت مقتنع فيها ما أخذتها طبعا بس ولكن هي تماما مختلفة عن العمل اللي راح مني مشان هيك يعني هو اجت ردة فعل يمكن الناس تقبلوه لانه كمان قريب فيه نوع من يعني الافيه عملت فيه في كان في افيه حبك الي اصلي والله ما غشته الصين. هذا الافيه الوحيد اللي كان بالغنيه بس كباقي كلام كان انا مقتنع فيه كله كعمل كامل مقتنع فيه. طبعا موجه له تحيه كثير كبيره للشاعر رياض العلي صاحب هذا العمل والموزع الملحن حازم كرم من اخواتي هذول وبقدم لهم تحيه من على منبر تلفزيون الفجيره
كثير وقفوا معي وساعدوني، وان شاء الله في اعمال كمان قادمه ان شاء الله. اكيد طبعا مكملين معاكم سوالفنا، بس بننتقل لزميلتنا عواطف شوي بركنا التراك. عواطف حبيبتي يسعد لي مساك مره ثانيه، يعطيكم العافيه، مساكم الله بالخير، ويعطيكم العافيه ضيوفنا ما شاء الله يعني مبدعين، صوتك جميل واشعارك اجمل. بنرجع مرة ثانية لضيوفنا، بس شوي ننتقل لقسم التراث. اللي عنده أي أسئلة تراثية، اللي عنده أي استفسار، إحنا حاضرين. اليوم خالتي معبيد بتقول لنا عن صناعة الكنادير النسائية قديما. أول شيء قولي لنا كيف كنتوا تخيطون الثياب قبل، أو يعني الأولين كيف كانوا يخيطون الثياب خاصة الثياب النسائية؟ كان خيط الثياب عن طريق اليد. طبعا تتقطع بدون قياس، بدون مقاس، بدون مقاس، لا بدون نفرق، نمد الكندوره جبنا المقص وقصينا. شفنا كيف اذا حرمه، شفنا الحرمه بس منظر انه يضبط عليه شيء بالعين، بالعين بس. انا قص كنت بروحها في الصناعه، ما شاء الله نظره العين خلاص. قصيت الكندوره وخيطناها، قصينا القنان وخيطنا، بغينا عليه التلي سوينا اول شيء خيطنا. وهم يطلبون مثلا ابا تلي او هي بايد حد بغى تلي، سوينا تلي. حد بالكندوره بروحها بدون اي مكسي. شيء كندوره اللي بروحها بدون شيء مكسي بدون شيء، بس اللهم نكسف هنا كسفه ونسوي هنا فصمتين او فصمه، وحد منهم ما يسوي فصمه بس كذا سقاط نسميها. وهذا توك خلصتي ما شاء الله هالقنان صح؟ خلصنا اللي شي مثلا هذه، وهذه اشكال لها التلي. التلي الذي هي حد منهم تركيب التلي، ولي هنا ديزانت يعني شويه نسوي. وانواع التطريز يعني شوف هذه ذهبيه، في منها ذهبيه على الوردي على الاسود الابيض خالص، يعني في هني تكون بيضة والهدي. وهذه بعد هذه بعد بروحك تسوينها صح؟ يسوون نفس اللي تسوين قبل. اليدين نعم عن طريق اليدين تسوى. وهذه كندورة ياهل. ما شاء الله صغيرة. كنت أسوي هذه حد منهم، شوية الأكبر نسوي لها البنطلون خلق نسميه نفس على نفس الكندورة أو أسود أو يعني اللون اللي يناسب. بس هذه عقب هذه عاد يوم مو كلها بالإيد. هذه مستخدمة فيها المكينة. المكينة. نعم المكينة. المكينة. وبعد ورينا أشكال. في هذا اللي هو الثوب. صح؟ هذا الثوب نعم. هذا مال هذا أصلاً مال الأطفال، لكن في منه بعد هذي الكبار. وهذه الكندورة اللي هي جاهزة بعد. خلو هذا في التوب. في مسمى معين حقه؟ هذا الثوب لها تطريز. هذا التطريز هذا اسمه السلسلة. هاي طبعاً بالمكينة. السلسلة. ومنها هذا بعد قبل علي. كنتوا تسوونه بالايد يعني النقشات هذه هذا يسويه بالسلسله. نعم انا عندي اللي هي الابره مال تطلع نفس السلسله هي. عندي الابره غير. بس ما ابره نفس هذه تدخل بالثوب وتطلع الخيط نفس السلسله نسوي. وعندي التلي، التلي بعد يركب على الثوب. ركب التلي على الثوب هي. الثوب عادي الثوب لها مسميات لها هنا الثوب تكون لأنها ما تنقص الثوب تكون عريضة هي. بس اللهم يخيط من هنا لين تحت. وما لها يعني قياس؟ لا حسب طول الشخص هي. حسب الطول بس وحد منهم يسوي لها الثوب أبو ديل أقولتهم أبو ديل تركب لها من هنا قطع زيادة لين هنا. حد منهم بدل الشيلة يلبس هاي الثوب يسويها كذي عشان القياس. لا هي 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 يتلحف فيها يعني بدال الشيله قد الثوب نفسه. خلوا يقولون قبل ان كانوا الحريم يقعدون مع بعض، مثلا انا اعرف اسوي هذا، انت تعرفين تسوين التلي. نعم يقعدون مع بعض يساعدوا مثلا عندنا عيد او مناسبه او عرس تقدر هي تخلص هذا الثوب بروحها يساعدوا هنتين او ثلاث، واحده بتخيط لك تحت، واحده بتخيط الجنب، واحده بتركب اليدين التلي، واحده بتركب على الرقبه التلي يعني يساعدوا. مثلا الخلق بتركب عليه تلي، حد منهم يركبوا البادلة اللي هي تتكون من كم اسم اللي شو اسمها؟ البادلة تتكون من القاط والفند والميشارة والفتول والبيت. ما شاء الله حتى مسمياتها يعني حلوة مسميات. نعم خلو قبل شوي سألتك عن يوم الحنة، قلتي ما كان في يوم حنة قبل.
شو كان المسمى الثاني ماله؟ عندنا شلول الذهبة. هي هاي شلول الذهبة من البيت المعرس لبيت العروس اللي هي فيها من ضمن الذهبة خياطة يعني اليوم شلوا الذهبة لبيت العروس تم يومين على الأقل ثلاثة أيام يدعوا الناس الجيران والأهل وكذا إنه عندنا اليوم خياطة الذهبة فهذه للناس بيتجمعوا الحريم طبعا بيتجمعوا يوم مفتوح عندهم يلسة بيطلعوا الذهبة اللي تباها ينتقوا منها القطع وبيقيلوا عطوا النهار يخيطوا لين العروس ملابسها بالالوان اللي هي تختارها الالوان اللي هي تحبها اللي يبوها هم اللي تبغاها المهم القطع اللي تكون احسن شيء خيطوها ثوب وكندوره يعني خيطوا وفي لبس معين للمناسبات يعني شيء خاص للعيد مثلا الثوب هذه للمناسبات ثوب شيء منها يركب عليها التلي هذا للمناسبات بالبيت بدون شيء بدون شيء والوان يعني هذه إذا راحت مثلا لين عرس ولا شيء هذا اسمها المخوصة عندش توب أبو نفة عندش توب مثلا الكندورة تكون مزراية أبو قليم يعني أسماء وايد لها أسماء هو للحين لها أسماء للحين لها أسماء أبو كاحل بس الحين عاد جاهزة قليل اللي يسوون في البيوت البيوت نعم قليل بس بعد تسوي صح؟ أنا عندي ماكينة وتسوي أسوي بروحها بالبيت ما شاء الله عليك نعم وفي قلتي بعد انواع للثوب وفي انواع للثوبات وفي انواع للكندوره هذه ابو طيره اسمها هاي الكندوره ابو طيره وهذه بعد انت بسويتنها بايدك هذا بروحي هذا بالماكينه هي بس هذه انت بسويتنها بروحك التلي التلي ماكينه التلي ما شريتنه ومن وين كنتوا تجيبون القطع؟ القطع نجيبها يبوا لنا كانوا من دبي تجيبها حرمة حرمتين يصيروا دبي يشتروا ويبوا يبايعونا وكان أول شيء في ليلى ما اسمها ليلى نعم في محلات قديمة كانت في الدكاكين اسمه دكان التياب وكانوا أول يجيبوا الملابس عن طريق مثلا ليلى على البيوت يجيب ملابس وبرز فيها هي وعاد انتم تختارون اختار القطع وبخصوص العبي بعد سالتك قبل شوي عن عباتك عن عبات خالتي العبي لها نعم فيها العبي شيء منها يسوى لها زري نفس التلي هذا بس هو ما تلي هو زري يركب عليها كامل من تحت لين من الجنب هاي للجنب هذا وعلى الايد اهالينا كانوا يلبسوا نفس كانوا اول يلبسوا نفس بشت الريال يعني نفس البشت تنحط على نعم لي زري يسوى كامل على هذا كانوا حريم بعد نفس الشيء يلبسه بعدين صغروا يعني يركب هذا على هذا صغير حد منهم لحد الآن موجود يلبسه يعطيك العافية خالتي أم عبيد وشكرا على هذا الشرح للكنادير ما شاء الله حتى ضيوفنا أشوفهم متحمسين وقاعد يشوفون يعطيكم العافية ومشاهدينا خلكم ويانا نحن ننتقل وياكم لفاصل ومن بعد راجعين
سلطن شوي لا 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 الحين بانت القوة بالصوت صح؟ أنا ما بسمع والله الميوزيك مشان هيك عيشنا الدور صح؟ شاعر بخيت إذا تكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي هل خدمة الشاعر وهل أنت مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم أنا إيش جابي بصراحة بقول لك نعم في كل شيء مو بسلبي لا صدق وسائل التواصل الاجتماعي وايد مهمة أصبحت
لكل صاحب فن أو صاحب كلمة، لأن من خلالها الحين في وقتنا هذا هي المنبر الوحيد اللي ممكن أنه ينشر أعمالك، سواء نعم. كان مكتوبة أو مغناة مثل الأخ رامز. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عالم في عوالم، يعني لك قصيدة يعني اشتهرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ هاي اللي سمعت فيها قبل شوي اللي هي مال الشيخ محمد، هذه نعم. انتشرت عندي بعد اللي هي قسم بالله، هاي بعد نسمعها فارس طيب بارك ما في سعد الله يكون حافظنها، بعد هاي قديمة من زمان نشرناها. أقول لازم عشان نسمع الصوت أكثر. أقول قسم بالله ما حبيت غيرك يا رهيف العود، قسم بالله ما غيرك سكن في خاطري واجتاح، قسم بالله لينفنى وجسمي يأتمر هدود، أنا منساك يا الغالي ورفقي ترمشك الدباح، متى تترفق بحالي وتفتح بابك المسدود، وأنا واقف على بابك وعندي نسخة المفتاح، تقول إنه كلامي غير وانت عارف المقصود، تقول إنه كلامي غير وانت عارف المقصود، وأنا حالفي من الله مصلي وبيدي المسباح، أنا اللي فيك متعلق مثل قطر النداء بالعود، أو أني مثل طفل يوم فارق والدينا صاح، أبتحداك لكني حاتي العتب والمنقود، أنا اللي يقولها قايل محارب شل سيفه وطاح، أبتحداك لكني حاتي العتب والمنقود، أنا اللي يقولها قايل محارب شل سيفه وطاح، ألا يا ريحة أجدادي يا كمبودي يا دهن العود، ألا يا وردة الجوري وشذاها وعطرها الفواح، تخور قواي وإن شفتك ونقسى من صخر جلمود، وأشوف الموت في عيونك يا غصن الموز والتفاح. الله الله لسانك طبعا أكيد لك القصيدة فيها قصة فعلا بس أنا بقى نعرف القصة. أي أنا لا دايا خليها رامز. بنستمع لمقطع من أغنيتك اللي صورتها على طريقة الفيديو كليب بتحبيني، خلنا نشوفها ويا بعض. حدي شوفوا مش حال
أغنية حلوة جميلة، لكن ما فهمت الفيديو كليب هو من إخراج سعود الشحي. أحس أنه بس شو نهاية الفيديو كليب يعني؟ هلأ أنا بوجه له تحية كتير كبيرة للمخرج الإماراتي سعود الشحي، وعلى فكرة هذا أول عمل بيجمع بين مخرج إماراتي أو مخرج خليجي بشكل عام بفنان عربي مو خليجي. كتير انبسطت بالتعامل معه. هي فكرة الكليب أنه أنا شخص بكون في علاقة حب، وبليلة هلأ لو كمل الكليب بتلاقي أنه أنا قاعد على الله يبعدنا عن القبر تبع حبيبي. هو توفت بيوم العرس. اوكي طبعا ما بناخذ النهايه المسويه لان زميلتنا شو اسمها عواطف ترياكم هناك بركن التراث بتزعل علينا اذا تاخرنا. حياكم يا ضيوفنا، تفضلوا هناك. تفضلوا. هلا هلا في ضيوفنا مستلم الشاعر خلي هلا هلا بمذيعتنا الجميله. تفضلوا. يبي يسعد مساكم. وعنده سؤال ترى حق خالتي وهالمره بقسم التراث ان شاء الله. تفضل سلام. تفضل. انا مساكم الله بالخير ومبارك عليكم الشهر. نبدأ وياك أستاذ بخيت، كان عندك سؤال لما عبيت لخالتي. خالتي ما عبيت شحالت؟ الحمد لله بخير. ترى أنا وايد مهتم بالتراث، وايد وايد يعني بشكل كبير. اللي الثوب الميزع شو معلوماتك عنه؟ الثوب الميزع اللي هي تكون إحنا بعدنا بقصيدة تراثية إن شاء الله خفيفة ولها عدة ألوان. في عندك إجابة ثانية؟ هي طبعا أدرى عني بالأمور هذه، لكن أنا المعلومة اللي أخذتها بس بأكدها إذا كانت صحيحة ولا لا، بس بتأكد منها يعني إذا كانت صحيحة. يقول لك الثوب الميزع كان الأول ما ينلبس إلا من حريم الشيوخ، لأن ميزع ومرصوص كله بزري وتشوفيه صالق مره من هذا. نعم. لو نور بسيط تلقيه مره من الحين يلمع. هاي يلمع فسموه الميزع لهالسبب. ما ادري صدق هالكلام. نعم. نعم سمته انا بعد اخر شيء حصلته بمكان وسمته، قال لي هذه جايبينها انا خاصه لان يعني كبار هذا. قلت لي بكم انا ابغيها؟ قال لي يعني بسعر. قلت لي ما علي باخذها. زين خالتي بعد سؤال ثاني سامحيني. اسمحي لي عاد. لا تفضل. اشياء كان الحين تركت ان الثوب مو ما تلبس لنا خير شر. نلبسه طولة عمرك. لا وايد شيء حلو يلبسه. ناس يلبسوه وناس تركوه. نعم. صحيح. كبار السن يلبسوه بعد انهم. بس حتى للحين يعني الثوب ينلبس بس يكون في مناسبات. لا يوم يسوى عندنا مناسبة عرس ولا شيء نلبسه موجود. ننتقل للفنانة. تفكرت تغني خليجي أو لهجة الخليجي؟ طبعا غنيت أنا، بس هو الغناء الخليجي أنا عندي قناعة مثل عنا بسوريا، عطي الخبز خبزه ولو أكل نصه. يعني كل هم أدرى بي كل طبعا أنا ما بحب أتخطى شيء مو من اختصاصي. إن كان أنا حتى كمان بنطلب مني إنه أغني خليجي، بغني خليجي وبغني عراقي وبغني مصري ولبناني. بس برأيك إن هذه تخصصات؟ ولكن تخصصات ممكن تنجح معي، بس ما رح تنجح معي أو رح أديها مزبوط مثل أصحاب الشأن. بس هي تجربة حلوة يعني. أكيد لو إنك أنت تجربها. طبعاً. إحنا بنسمع ونبي نسمع قصيد. أنت مجهز لنا شيء تراثي؟ إن شاء الله بنشوف. لا ما جبنا المايك. المايك لبان. أنا بجيبه. أنا بجيب. خل. حتى لو شيء شاعرنا، حتى لو بدون مايك. اللي عندنا قسم التراث الصوت غير. أظن تلفوني. في دعم. في مدعومين. تلفوني. إحنا هني بقسم التراث. التلفون ها في كل شيء. هذا لو. أتوقع كل شيء تم هنا. طرب ولا شيء. جهزنا أغنية خليجية إذا في مقطع. أوكي. مقطع هيك من أغنية خليجية. نفس مقطع صغير كذي عسى بعد يكون في وقت ان احنا نسمع القصيد. لا 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 في بدنا نقول شيء ل حسين الجسمي، لحد حمد، للرائع بادي الجوهر. يلا
قالوا بتلقى غيرها وترك هواها اليوم، قلت انقتل لي حبها حسبي تقول مرحوم. قالوا لي انسى ذكرها من تبها ملزوم، قالوا لي انسى ذكرها من تبها ملزوم، قلت اسكتوا يا حاسدين. ولعان يفيد اللوم، سرت الليالي انتظر صابر على المقسوم، متعلق طرف الأمل ممكن يجيني نوم. قالوا لغيرك حبها، قلت الجواب مفهوم. قالوا لغيرك حبها، قلت الجواب مفهوم، دام انها متهنية ولا عاد يفيد اللوم. ما شاء الله عليك، نحن من هني من قسم التراث نقول لك غني خليجي. صوتك ما شاء الله عليك، وشعرنا بعد بيسمعنا قصيد على خالد عبد الرحمن بعد. بس نودع المشاهدين نقول لهم مع السلامة، وشعرنا بيقول لنا قصيد على نهاية الحلقة. العافية ربي يعافيكم. الله يعطيك العافية يا عواطف، الله يعطيكم العافية خالاتي وضيوفنا بخيت المقبالي والمطرب رامز، شكرا تواجدكم اليوم. طبعا مشاهدينا وصلنا للختام، ونقول لكم تصبحون على خير. تصبحين على خير سهام، تصبحون على خير مشاهدينا، وان شاء الله باكر بنلتقي وياكم في نفس الموعد برنامج ونختمها مع قصيد. ونختمها ويا قصيد. اقول يطري على بالي زمان الطيبين، يحيي ذا الطاري ويحيي الذكر، ويشدنا لأيامهم شوق وحنين، عز الله أن فراقهم يكسر كسر. يا كم فقدنا رجال فينا غاليين، ساعة ولن يدينا منهم صفر، من راح راح ومن بقى جوهر ثمين، نفخر بهم حيين وان ماتوا خسر، لو ما لحقناهم لحقنا التاليين، ومن علمهم ناخذ روايات وعبر. عاصرت في صغري بقايا الأولين، وعندي من الماضي تعاليم وخبر، يا ما سمعنا من حكاوي الراويين، من قبل أهل النفط يبدو بالحفر، نتبع مجالسهم ولو هم مبعدين، برزة تحظل على قهوة وتمر، هذه عوايدنا وعليها محافظين، وموروثنا غالي ولهشان وقدر، من عاش في الماضي ذكر عشر سنين، ما بين صلف الوقت وسيوف الفقر، وإحنا